أزمير مراسل الغد علام صبيحات. علام، لو توضح لنا المشهد من حولك الآن في أزمير، كيف يبدو وآخر تحديث للقتلى والمصابين؟ طبعا في خلفية الصورة العمال الإنقاذ كما هو واضح يعملون على مدار الساعة ولليوم الثالث على التوالي في محاولة لإنقاذ أو للوصول إلى من لا يزالون محتجزين داخل أنقاض أو تحت أنقاض هذا المبنى، وهو أحد المباني العشرين التي انهارت بشكل كامل في هذا الزلزال الكبير. العمل مستمر على مدار الساعة، هناك أعداد كبيرة من الطواقم تعمل بشفتات أو يعني بدوام مختلف على مدار الساعة، وما يصعب المهمة إلى علام. عدت إلينا الآن علام، تسمعني؟ نعم أسمعك الآن، أسمعك جيدا. نعم تفضل علام أكمل. الصورة في خلفية الصورة يظهر المشهد واضحا أن عمال الإنقاذ يعملون على مدار الساعة منذ تقريبا 3 أيام حتى الآن، لم تتوقف عمليات الإنقاذ ومحاولات الوصول إلى الأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في أنقاض أو تحت أنقاض هذه المباني المدبرة. هذا هو أحد المباني التي انهارت بشكل كامل، من بين 20 مبنى تم تدميرها أو تدمرت عمليا بسبب أو انهارت بسبب هذا الزلزال الذي كان بقوة 6.6. في محيط هذا المكان هناك عدد كبير جدا من العائلات التي تنتظر أي خبر أو أي معلومة جديدة بخصوص من هم محتجزين داخل المبنى. عدد القتلى حتى الآن ارتفع بحسب الأرقام الرسمية إلى 55 قتيلا، كما قال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا قبل قليل، الذي عمليا زار هذا المكان قبل نحو نصف ساعة من الآن وطلع على سير العملية. هناك عدد كبير جدا في المحيط أيضا من فرق الإنقاذ، أيضا يبدو على الصورة أن هناك عدد كبير من فرق الإنقاذ وطواقم الإسعاف من أجل هل المباني المهدمة، ذكرت أنه 20 مبنى هو إجمالي المباني التي هدمت في هذا الزلزال، هل تقع في نطاق واحد أم على مسافات مختلفة؟ وكيف تقدر فرق الإنقاذ على التعامل مع كل هذه المباني في نفس التوقيت؟ هي على مسافات مختلفة، ليست في نفس الموقع. يعني مثلا هذا المبنى من بين عدة مباني هو الوحيد الذي انهار لأنه متهالك أو قديم جدا. المباني التي في محيطه عدد منها تم وضع إشارة عليه على أنه لا يصلح للبناء بعد فحص من الجهات المختصة لهذه المباني، يعني بمعنى هذه معلومة مهمة. عدد من المباني المحيطة في هذا المبنى الذي انهار بات غير صالح للسكن حاليا، وسيتم هدمه من قبل السلطات وتعمير مباني جديدة يعني بدلا من هذه القائمة حاليا. عدد آخر من المباني هي مختلفة في مناطق مختلفة في مدينة إزمير، في مركز مدينة إزمير، والأهم هو أنها كلها متهالكة. النقطة المشتركة أو القاسم المشترك الوحيد بين هذه المباني التي انهارت هو أنها كلها منهارة، وهناك تحذيرات من أن هذه المباني، عدد من المباني المحيطة التي صنفت من قبل السلطات التركية على أنها مهددة بالانهيار، هي أيضا قد يعني تنهار، وبالتالي تم إخلاؤها بشكل كامل من سكانها ومن العائلات التي تقيم فيها، وسيتم هدمها في الساعات القادمة وحتى يمنع حتى الاقتراب منها. وبالتالي حتى العائلات التي تقيم في هذه المباني باتت يعني تسكن أو تقيم في الخيام التي نصبتها السلطات التركية، وهناك جهود كبيرة من كل القطاعات المعنية في هذا الأمر، ليس فقط من فرق الإنقاذ وطواقم الإسعاف عمليا التي تعمل بشكل كبير جدا، أخذا بالاعتبار أن التحدي أمام السلطات الطبية هو كبير جدا، نظرا لأن هذا الزلزال يأتي مع الضغط الكبير على عمل الطواقم الطبية بسبب فيروس كورونا في المشافي، وبالتالي هذا زاد من الضغوط، بالإضافة إلى أن المؤسسة، مؤسسة إدارة الكوارث التركية، أيضا تعمل بالإضافة إلى عمليات الإنقاذ تعمل على توفير الخيام وتوفير المواد الغذائية والشرب وكل احتياجات العائلات التي باتت عمليا حاليا في العراء وتقيم في هذه الخيام. نعم. التي نصبت بأماكن مختلفة من مدينة اسطنبول. نتمنى السلامة. نتمنى السلامة للجميع من أزمير. شكرا جزيلا مراسل الغد علام صبيحات.